قد يا سيدي واحد المره كبيره في السن وكنا غنكبروا كتقرا في محاربه الاميه. ايوا الدرس كان تيتكلم على دخل محمد وخرج محمد. مي تيقول المعلم دخل محمد كدير هي الزيف ديالها مسكينه تتحشم، ومي تيقول خرج محمد هاد كتحيد الزيف ديالها هي وتتمرح. ايوا مي مشات لدارها سولها راجلها قال ليها من درا المراه كي درتي مع القرايه؟ ايوا قالت له على محمد خلانا نقراو وراه غي داخل وخارج علينا. هذا واحد الابن سأل الأب ديالو قال له يا أبي ما هو الفرق ما بين القدر والمصيبة؟ قال له وليدي الفرق اللي بيناتهم هي دابا إلا مشينا أنا وياك وماما كنعوموا في البحر وغرقت ماماك في البحر هذا قدر ما نقدروش نعارضوه. إيوا قال لي هو المصيبة هي لا طلعت ماماك كتعرف تعوم. هذا سيدي واحد الأستاذ اللغة العربية وسط الطلاب ديالو قال لهم الا دخل علينا وزير التعليم حاولوا تتكلموا باللغه العربيه. ايوا مي دخل داك وزير التعليم داك الاستاذ قال لهم اغلق الباب يا محمد. هو يقول له داك محمد امرك يا امير المؤمنين. كيقول له داك الاستاذ راه في السجن بتهمه تنظيم دوله اسلاميه. لله يوفقك يا محمد. الناس زوينين قبل ما تكمل هذا الفيديو غدير معاك شي جيم الا عجبك الفيديو بارطاجيه مع الحباب والخوت فضلا وليس امرا. قلت اخوتي معروض في واحد العراضه وما نعاود ليكمش. ايوا انا جالس مع راساتي ويبان لي واحد البعلوك خدام غير تياكل في التمر وانا نقول له واش في خبارك يا ولدي راه التمر الا كليتي منه بزاف راه غادي يضرك. هو يقول لي وانت واش في خبارك يا عمي راه الوالد عاش 100 سنه. قلت له واش بالماكله ديال التمر؟ قال لي لا كان غير داخل سوق راسو. اقصفني بالبعلوك الاخر. والزواج بمعلمات اللغه العربيه مخاطره خطيره جدا. كتعرف متى تضمك ومتى ترفعك ومتى تجرك ومتى تكسرك وما تجعلك لا محالك من الإعراب.